لتريدينج سنترال، أنا لويل أكواع من نيويورك. الأسهم الأمريكية مختلطة اليوم حيث ساعد رئيس ناسداك أن نتفليكس على تحقيق الأرباح، في حين أن 30 شركة صناعية كبيرة تكافح من أجل تحقيق المكاسب. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعريفات الجديدة على واردة الألواح الشمسية والتي معظمها من الصين. من ناحية أخرى تباطأ التصنيع أكثر مما كان متوقعا في منطقة الاحتياطي الفيدرالي في منطقة ريتشموند. أيضا سنسمع من تشارلز إيفنز من شيكاغو هذا المساء. في العملات حققت الدولار انخفاضا متعدد السنوات، حيث اليورو امام الدولار ارتفع بنسبه 0.15% عند 1.2281، الجنيه امام الدولار ارتفع بنسبه 0.03% عند 1.3990، بينما الدولار امام الين انخفض بنسبه 0.5% عند 110.37. تعدد زوج الدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي فوق خط الترند الهبوطي ويقف فوق متوسطاته المتحركه. مراكز شراء طويله فوق 1.2435 مع اهداف عند 1.2510 و 1.2540 في الامتداد. البيتكوين ارتفع بنسبة 0.39% عند 10590 دولار. أما أسواق المعادن الثمينة، الذهب لديه الميل الصاعد ومتراجع عن خطه الهبوطي السابق ومتوسطته المتحركة المتزايدة لمدة 50 فترة. مراكز شراء طويلة فوق 1328 مع أهداف عند 1339 و 1344.75 في الامتداد. أما الفضة فقد انخفضت بنسبة 1% عند 16.83 للأونصة. تريدينج سنترال ويب تي في، لويال أكواع.